سيكون العراق خلال الفترة القادمة أمام إنشاء تحالفات سياسية جديدة رجاء وبارزة، ومن هنا أرى الشارع العراقي يشتعل من جديد، وسوف تتجه الأنظار إلى السيد مقتدى الصدر من جديد، وخصوصا عندما سنسمع موقف أو قرار كبير من السيد مقتدى الصدر يرسم من خلاله خارطة طريق سياسية جديدة للعراق. نعم. وأرى أن تأليف حكومة جديدة بالعراق لن يكون سهل خلال هذه المرحلة، وحكومة جديدة لن تصمد في العراق، وعمرها السياسي سيكون قصير. هالحكومة اللي هلأ بدهم يعملوها الجديدة. نعم. لذلك أرى بروز شخصية جديدة خلال المرحلة القادمة تقوم بتأليف حكومة عراقية فاعلة وتشمل جميع الأطراف، وستبدأ هذه الحكومة بالعمل الجدي على تهدئة الأوضاع. وأخيرا أرى أن العراق قادم إلى مرحلة إنهاء الصراع، والعراق الجديد سيكون خاليا من التطرف والسلاح أو المسلحين، وسيصبح سلاح الجيش العراقي هو السلاح الوحيد الذي يسيطر ويحكم على أرض العراق. أرى سوريا تقف على أبواب المرحلة النهائية لوضع الحلول والاتفاق على تسوية شاملة حول المرحلة القادمة، وأرى أن الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي بوتين سيكونان أصحاب القرار النهائي والكلمة الأخيرة في هذه التسوية القادمة، ولذلك ستشهد سوريا إنشاء قاعدة عسكرية روسية جديدة غير اللي موجودة في أحد المناطق السورية ولحدث ما. وأخيرا أرى أن عودة النازحين السوريين إلى سوريا باتت قريبة، ومن عدة دول وخصوصا من تركيا وأوروبا ولبنان، والرئيس الأسد يرحب ويحمي هذه العودة لأبناء سوريا تحت عنوان عفى الله عما مضى، وإعادة بناء وإعمار سوريا يحتاج إلى جميع سواعد أبنائها. مخططات ماسونية تنال من الشعوب العربية، تعرف عليها من توقعات سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف بعد قليل على قناة توقعات الأيام. بفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات. أما لو أنت جديد معنا فياريت تشرفنا دلوقتي بالاشتراك في القناة، وما تنساش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. ليلى عبد اللطيف بتتوقع أن هتحصل موجة غضب كبيرة من جراء كارثة طبيعية آتية، وده هيحصل في أستراليا، هتأدي لقطع الكهرباء والإنترنت عن أكثر المناطق الأسترالية، وسنسمع عن سقوط وانهيار منظمات ومؤسسات صحية في العالم، واللي هتأدي لسقوط رؤوس بارزة وكبيرة كانت على رأس هذه المنظمات، والفضائح ستكون كثيرة وخطيرة وتسبب صدمة عارمة أمام الرأي العام والإعلام. قرية قديمة في الإمارات تصبح حديث الإعلام، تقليل ساعات العمل وزيادة الأجور في الإمارات، بداية جديدة نظيفة للعلاقات بين الإمارات ولبنان ينتج عنها تسهيل دخول اللبنانيين للإمارات للزيارة وللعمل، اجتماع عربي دولي تنظمه الإمارات، ومظاهرات حاشدة واحتجاجات مليونية، وغضب عارم يعم الشوارع والمناطق اللبنانية خصوصا ما بين صيدا وطرابلس. هتحمل المظاهرات دي مشاهد مؤثرة للعسكر اللبناني وهو يتعاطف مع هذه الحشود، وحنرى العسكر بين صفوف الشعب. كمان سعر صرف الدولار في لبنان هيواصل ارتفاعه، لكن المفاجأة هتكون هبوط سريع للنص مهما على ارتفاعه، ودي لعبة الدولار اللي هتضل عم تلعب. اسم السعودية في مجال الأعمار والبناء هيغزو العالم، وسنرى مدن وعجائب في السعودية في مجال الأعمار خلال العامين القادمين. إعصار ضخم وتسونامي خطير بيضرب الساحل وبيؤدي لتشريد مئات الآلاف من الناس مع أضرار جسيمة وفادحة. مخلوقات غريبة وعجيبة وغير معروفة من قبل بتهدد الأرض وبتغزو بعض الدول في العالم، وأكثر الدول أراها تستنجد في طلب المساعدات العاجلة للقضاء على هذه الظاهرة. الحروب والغليان والأوبئة اللي بتواجه العالم اليوم هتكشف عن مخطط كبير لتجويع العالم مع مؤامرة اقتصادية لرفع جنون الأسعار في أغلب الدول الفقيرة من أجل التلاعب بمصير هذه الشعوب خلال السنوات القادمة بشكل مدروس ومقصود. انفجار بيهز أحد المقاهي الأوروبية وبيسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى للأسف خلال 2023. هيتفاجئ العالم من تحالف بيضم أمريكا وبريطانيا وأستراليا لمواجهة التمدد الروسي والصيني حول العالم. فرنسا هتكون أمام عاصفة خطيرة بيرافقها موجة فيضانات كبيرة وغير مسبوقة في بعض مدن وسواحل فرنسا الكبيرة والمهمة.
احتجاجات وأحداث أمنية خارج أبواب بعض السفارات في لبنان وضربة عسكرية متبادلة بين إيران والعدو الإسرائيلي سنراها حاصلة وآتية لا محالة داخل المراحل القادمة. تداعيات هذه الضربة تؤثر على بعض الدول العربية خاصة لبنان. أرى بداية أزمة سياسية في أستراليا تؤدي إلى حدوث عدة استقالات لبعض الشخصيات السياسية في أستراليا، وأعلن حالة الطوارئ في كندا بسبب حادث مؤسف. ستشهد كندا مظاهرات مليونية وغير مسبوقة لأول مرة في تاريخها. العراق سيكون على عتبة التغيير الكبير أمنيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا. المملكة العربية السعودية محط الأنظار في العالم من خلال إنشاء مناطق سياحية بارزة وشاملة، وقد تنافس من خلالها بعض المدن أو المناطق السياحية الأوروبية المشهورة والبارزة. بداية صراع على الغذاء والماء يغزو دول أوروبا وأفريقيا من جراء شح الطعام والمياه. كلمة صنع في السعودية تغزو دول العالم، وعجائب الدنيا السبعة لن تظل كما هي، وحتنضم السعودية للقائمة بإحدى العجائب الملفتة للانتباه. هذا التوقع مستمر حتى 2024. الموقف السعودي من روسيا هيؤدي لانتصار الحلف العربي الروسي. العديد من أثرياء ورجال أعمال العالم بيختاروا الإقامة في السعودية من أجل الاستثمار فيها بسبب استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالمملكة. شركات وهمية إلكترونية بتتاجر في العملات الرقمية وهتقوم بالنصب على بعض الأفراد والشركات في السعودية وغيرها، وده هيكون في دور لولي العهد لتحويل القضية للإنتربول. حدث عالمي مهم بيجتمع فيه ولي العهد السعودي مع رئيس الإمارات ورئيس قطر. موجة سيول وحرائق خلال العام الجاري في العراق وظهور شخصية قيادية جديدة بتقود العراق نحو الاستقرار بمساعدة عدة دول على رأسها السعودية. الأنظار والإعلام على حكومة الرئيس اللبناني أرى التطورات والأحداث العربية القادمة هتشكل خطر كبير على العلاقات في عدة دول عربية، مما يخلق أجواء من التوتر والتصعيد والقلق. وسنرى الرئيس المصري يزور سوريا بشكل مفاجئ ويلتقي بالرئيس الأسد، وتشكل هذه الزيارة نقطة تحول كبيرة في العلاقات العربية والخليجية على وجه التحديد. ولا أستبعد حدوث قمة عربية طارئة يجمع فيها الرئيس السيسي سوريا مع الإخوة العرب للاتفاق على مرحلة عربية تنهي كل أسباب الخلافات السابقة، والاتفاق على ما يخدم مصالح الوطن العربي في هذه المرحلة الصعبة والحساسة، وعودة العلاقات العربية والخليجية خاصة مع سوريا ولبنان بعيدا عن كل الخلافات والتي تشهدها حاليا. قيام رئيس الإمارات بمهمة عاجلة بتبدأ في العراق وتتجه إلى سوريا لتكون آخر مرحلة فيها ليبيا، وسينجم عن هذا خير لمعظم شعوب الوطن العربي، وحيكون للإمارات تأثير مباشر على الصعيد العراقي الإيراني. حدشن الإمارات مبادرة إنسانية بإصدار عفو عام عن بعض السجناء الشباب المساجين في قضايا غير خطيرة ليحاولوا تغيير أسلوب حياتهم للأفضل. كمان وفد صيني رفيع التراث بيزور الإمارات من أجل علاقات متبادلة، هيلمع اسم السعودية في سماء البنيان والعمران والسياحة على مستوى العالم. اسم الوزيرة ريا الحسن بيظهر من جديد على الشاشات، وحيكون حديث الناس لحدث إيجابي. عملية اعتداء مؤسفة بتطال القضاة البارزين في لبنان. مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بتصدر تحذير عام للبنانيين بسبب أحداث مهمة. الجيش اللبناني بيتلقى مساعدات من مصر، وشايفة وفد عسكري مصري بيزور قائد الجيش جوزيف عون في وزارة الدفاع، وشايفة مصر هتكون حاضرة بقوة على الساحة اللبنانية وداخل المراحل القادمة. نار دخان أسود في سماء تل أبيب، والعدو الإسرائيلي يتأهب ويكون في حالة هلع وارتباك. للأسف الشديد كمان هنشهد اغتيال بيطال بعض الشخصيات العربية والخليجية وداخل المراحل القادمة. الأنظار والإعلام على الرئيس الإيراني السابق للأسف كمان شايفة الحزن والحداد بيلف الساحة الإيرانية مرة جديدة خلال المراحل القادمة. وبكده متابعينا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة من أخطر توقعات سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف ومجموعة من أهم وأخطر توقعاتها العالمية. شكرا جدا، وإلى اللقاء غدا وتوقعات جديدة. دمتم في أمان الله ورعايته.